الوزير بسبب اكثر من 10 حالات انتحار صارت، لان دور ثالث ماكو. هذه دماء هو طلاب. انا اريد انتقل لحسين بموضوع الانتحار. شنو سالفه الانتحار حسين؟ يعني انت متابع وياهم وده تتابع الشباب اللي هم اليوم هذول اللي احنا معولين عليهم انتحار، شنو الموده هاي؟ يعني للاسف يعني اذا ما نجح بالسادس بالدور الاول وبالثاني ينتحر؟ استاذ قحطان، كلها ضغوطات نفسيه، يا اما ضغوطات نفسيه من عن طريق الاهل، ويا اما ضغوطات العمل. اقسم لك بالله الكريم، يوم امس البارحه او اول بارحه شخص شنق نفسه وفتح لايف عن طريق الانستغرام، يلا شوفوني انا راح اروح انتحر. زين مسؤوليه ماكو؟ والله العظيم واحده من المناشدات اللي اجتني قال لي والله انا اشتغل عماله وادرس السادس، قال لي والله ما اقدر اقعد يوم بدون شغل، اذا قعدت يوم بدون شغل قال والله بيتنا ناكل وجبه واحده لازم نطبق الريوق والغدا والعشاء. قال لي والله ما اقدر اترك الشغل. واني قال لي اجي ابوس راسك، الله يخليكم، شوفونا حل عن طريق الاعلام، وصلوا صوتنا. يا اما دور ثالث واضعف الايمان، اضعف الايمان التحميل بماده او مادتين يحملوها وياهم ويدرسون هذه الماده ومادتين بالسنه اللي جايه. طبعا يعني بس انا اردفتهم هسه السياسي العراقي احنا شو محصلين من عنده؟ لا بالله العظيم هسه لا ناصفين الطلاب السادس ولا ناصفين طلابنا اللي بالخارج ولا مدافعين عن احد. انا هسه البرلمان هذا مقبط وطابين لي ناس بتيك توك وناس بتشفونه وناس مدري وين وناس ترقص وناس تهوس والزعيم الفلاني والزعيم العلاني. على شنو؟ شباب نقع يومي حالتين انتحار، يومي حالتين انتحار. ثواني محمد اسمح لي استاذ قحطان، من خلالك على اخوي ان شاء الله ولك معزه يمي. ثواني محمد الله يخليك. يعني اتمنى الحلقه الجايه او حلقاتكم القادمه، انا اعرف انتم اتصلتوا بوزاره التربيه بممثل وزير التربيه وما رد عليكم تليفون، وعيب عليهم، خليه يستحون وخليه يكونون قدر المسؤوليه ولا يتنصل من المسؤوليه.